السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بآيات عطرة من القرآن الكريم، بدأ حفل تخريج الفوج 17 لمدارس المنصور الثانوية المختلطة الأربعاء في منطقة لبنيات بالعاصمة عمان. أيها الخريجين، لقد كانت لكم في مدارس المنصور حياة جاهد جميع من فيها لتكون مشرقة نافعة غنية زكية الأثر مميزة بكل ما حاولنا إكسابكم إياه من غنى أكاديمي وثراء معرفي. كان هذا هو هم الإدارة الأول ومسعى معلميكم جميعا الذين لم يدخروا جهدا لينفعوكم مستقبلا وليخلقوا لكم مستقبلا متميزا لتقديم تشكيلة من شبابنا لهذا الوطن الجميل العامر بأبنائه والدافئ بنبض قلوب أهله. وعبر الطلاب عن فرحتهم بتخرجهم بإلقاء القصائد والكلمات. والجاهلون لأهل العلم أعداء، فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، العلم زين فكن للعلم مكتسبا، وكن له طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق واغنى به، وكن حليما رزين العقل محترسا، لا تأثمن فإما كنت منهمكا في العلم يوما وإما كنت منغمسا، وكن فتى ماسكا محض التقى ورعا للدين منغمسا للعلم مفترسا. ها نحن خريجي الفوج 17 نقف بين أيديكم، يختلط نجاحنا بدموع أم عجنة الحياة بماء روحها، لتروي هذا اليوم بشموخ أب أفنى عمره من أجل هذه اللحظة، تخرج والفرحة المنتظرة التي يحلم بها جميع الطلاب لإنجاز المزيد من النجاح، لكنه نجاح بنكهة أخرى. تخرج يجعل من الشخص مسؤولا ويضعه على محك الحياة العلمية، فيشعر أنه كبر كثيرا وتجاوز أهم مراحل حياته وهي مرحلة الدراسة. والشكر موصول لمدرستنا الفاضلة على قيامها بدورها الكبير والمميز بالاهتمام المتواصل بالطالب باعتباره محور العملية التعليمية والتربوية، فالعلم حياة والثقافة حياة والمنصور حياة. ووزعت إدارة المدرسة شهادات التقديرية على الخريجين متمنين لهم النجاح والتوفيق في امتحانات الثانوية العامة. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.